اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض. خلينا كده، كنا وقفنا اخر حاجه ان هو ضرب سيجمنتيشن فولت، مع ان كان لو الفانكشن دي لوحدها كانت شغاله. طيب تعال نشوف هو ايه المشكله. هنبتدي اقول له والله جي دي بي اي دوت اوت، دخلت والله بالجي دي بي، هنمشي شويه اسرع، هحط بريك بوينت عند لاين رقم 9، هبتدي اقول له ران، وقف عند الري اوف 7 بيساوي 13، هقول له وريني لو سمحت الريجسترات عندي، لان خلي بالك المره اللي فاتت كان الستاك بوينتر والفريم بوينتر كان بادئ من 10 ل 40، فمفيش مشاكل ان كل ران ممكن يختلف اكوردنج للفاريبلز بتاعتك. فانا الستاك بوينتر دلوقتي من 0 ل 30، فهبتدي اقول له وريني الوورد بتاعي من اول الستاك بوينتر بتاعي، فده من اول اهو 0 لغايه 30، وهبتدي اقول له نيكست، خليه يكتب رقم 13 ده، وهنشوف رقم 13 ده اتكتب فين. رقم 13 اتكتب عندي 30 يا جماعه. يعني ايه اتكتب عندي 30؟ ده اتكتب في قلب الفريم، الفريم بوينتر. يعني امسح كلمه previous بي 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 دي واكتب 30 والقيمه دي، لان انا عندي زي ما قلت لك 64، فانا باخد 8 بايت. ف 13 زائد دي كلها مكتوبه هنا. طب ايه مشكله ده؟ مشكله ده ان انت دلوقتي ضيعت قيمه الفريم بوينتر، فالفانكشن لما تيجي تتنده تاني المفروض الراجل ده بيبقى ثابت، اللي هو مطرحه يبتدي الستاك بوينتر والله يبتدي يبوش، بعد كده الفانكشن خلصت فتبتدي تمسح اللوكال فاريبلز بتاعتها، فالستاك بوينتر يبقى واخد نفس قيمه الراجل ده، يثبت على هنا الفانكشن تتنده يبتدي يبوش من اول هنا تاني، فانت كده مش تقدر تخش جوه الفانكشن دي تاني، مش عارف تناديها ليه، لان انت مش عارف هتبوش من اول فين. اوكي، فده كده غلط. يبقى اذا انت لو كتبت هنا او كتبت هنا برضه هتخرج. طب تعالى نثبت الكلام ده برضه، مثلا فور اكزامبل هروح اكتب في البت اللي بعدها اوف 8 مثلا، كويس، واروح اكومبايل، يلا يلا روح نفذ، برضه ضرب سيجمنتيشن فولد. يبقى الراجل ده بيتكلم تمام. طب يا عم ماشي، هضحك عليك واكتب في البايت، في الاربعه بايت اللي بعدهم اوف 9. طيب تعالى بقى كومبايل وران، ايه ده ضرب برضه. لا لا لا، انت مش فاهم حاجه بقى. طب تعالى بس هشرح لك واحده واحده. تعالى كده نخش جي دي بي تاني، تعالى كده نروح نحط بريك بوينت عند لاين 9، تعالى كده نرن، تعالى نعرض يلا بينا الستاك بوينتر تاني، يلا بينا هوب تك ستاك بوينتر. طيب هو هنا لسه ما كتبش 13، يلا اكتب 13. ال 13 دلوقتي اتكتبت فين؟ دول يا عم، برافو فعلا، ده الفريم بوينتر، انت عديت ماشي جميل، انت كده ما كتبتش على الفريم بوينتر. امال انت كتبت فين؟ انت كتبت فين مطرح الريتيرن؟ يا نهار ابيض، دي مشكله اكبر. يعني الفانكشن المفروض لما الفانكشن دي تخلص هترجع عند العنوان ده، ما هو خلي بالك ده اللي قبليه اهو، فانت دلوقتي حالا كتبت في قلب الريتيرن ادرس. طب ايه دليلك على كده؟ ايه دليلي على كده؟ هثبت لك. تعال نرن من اول وجديد خالص قبل ما اوفر رايت ال 13، انا واقف عند لاين 13 اهو، صح ولا لا؟ طيب اعرضه تاني كده، بس مش عايز اعرضه بالورد، هعرضه بالايه؟ بالهكسا. طب ليه تعرضه بالهكسا؟ هوريك دلوقتي. شايف 5 5 1 اي 9 ده؟ ده اللي احنا هنوفر رايت عليه وهيبقى ب 13، خلي بالك كويس، هو ده اللي هيوفر رايت عليه، او ادي 30 اهي، ادي 4 بايت، 4 بايت ده اللي هنوفر رايت عليه دلوقتي وهيبقى ب 13. وخد بالك بس 5 5 1 اي 9 ده كويس، وريني الاسمبلي بتاع الفانكشن اللي اسمها مين؟ ديس اسم، يلا يا عم بسرعه، ديس اسمبلي سلاش اس، الفانكشن اللي اسمها مين؟ هو انا لما هنادي الفانكشن واخلص المفروض ارجع عند مين؟ 5 5 1 اي 9. الله 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 الله، اذا ده فعلا الريتيرن متخزن عندي. وانا عملت ايه بقى بذكائي لما دوست نيكست دلوقتي وعملت اوفر رايت؟ تعالى كده نشوف احنا عملنا ايه. سوري خلينا نعرض، احنا كديسيمال احنا عملنا اوفر رايت وكتبنا فيه 13. طب انا هرجع ازاي؟ الفانكشن اصلا مش عارف ارجع منها، فبالتالي لو قلت له كونتينيو بقى على كده قال لي سيجمنتيشن فولت، هرجع ازاي؟ مش عارف ارجع. فبالتالي مفروض فين ال ان الراجل ده والراجل ده دلوقتي هما اللي شايلين قيمه الريتيرن ادرس، فاذا انا ما ينفعش اكتب في الفريم ده كله على بعض، او الريكورد ده هنا دول شايلين الفريم بوينت، طيب ودول شايلين الريتيرن ادرس. الله، طب ما هنا مشكله. انت تقصد ان انت لو كتبت بعديهم الدنيا هتشتغل عادي والدنيا هتبقى تمام؟ تعالى كده نجرب نشوف الحوار ده، عايز ابعد قوي. هبعد قوي ازاي؟ تعالى اهو، ده اندكس 0، اندكس 1، اندكس 2، اندكس 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هبعد عن اندكس 10 وابتدي من اول 11. طيب تعالى نكتب كده اندكس 11 ونكمبايل ونرن. ايه ده اشتغل وطلع فعلا ريتيرن 0. ما انت عشان خرجت بره الريجسترات اللي انت بتوفر رايت عليها. تعالى كده فعلا نعمل جي دي بي، تعالى كده فعلا نحط بريك بوينت عند لاين 9، نروح نعمل كونتين رن، واقف دلوقتي عند اللاين، وريني كده الوورد بتاعك ك ستاك بوينتر،
كويس، انا لسه ما نفذتش رقم 13، طب نفذ رقم 13 وريني 13 فعلا اتكتبت فين بعد يوم. ها خد بالك ده الفريم بوينتر، ده مين؟ ده الريترن ادرس، اكبر دليل. وريني كده بالهكسا، اه فعلا 551 اي 9، ده لو احنا شفنا بالاسمبلي كان هو ده الايه الريترن بتاعي. طب ده كلام جميل جدا، لان الفانكشن اهو بناديها هنا هرجع هنا. حلو، يبقى انا كتبت في مكان فعلا ال 13 دي اتكتبت بره السكشن سوري خلينا نعرضها كدسم عشان تبان. ففعلا ال 13 دي اتكتبت بره الايه الليله دي كلها، فلما اعمل كونتينيو فعلا هيخرج لي صفر ويقول لي اكزيت نورمالي. اللي انا بقوله ده يا جماعه مش اللي هو المنطقي ان يلا بقى يا جماعه طالما انا كده فاهم خلاص هعيش حياتي واكتب كل حاجه بره الميموري، لا. اللي انا بقوله ان انت هيطلع لك سيجمنتيشن فولت في حاجات كتيره، وهيطلع لك ستاك سماش. طب ايه التول الباورفول اللي تقدر تديتكت الكلام ده وتمشي معاها لاين لاين؟ لو انت فاهم بالذات يعني احنا بنتكلم هنا، لو انت فاهم الفانكشن بتتخزن ازاي عشان حوار الستاك سماشنج والكلام ده، وفاهم الجي دي بي كتول بتتحرك ازاي تقدر تتحرك من خلالها، لا اتاكد كويس قوي ان انت تطلع المشكله. فعشان كده بقول التول دي قويه جدا، وان شاء الله لسه هيبان قوتها لما نشوف حوار ان ازاي تقدر تخزن كوماند وهي ترن لوحدها. ان انا عايز مثلا، انتوا شايفين كل مره بعمل مثلا بريك بوينت عند اللاين فلاني واطبع واعمل واعمل، لا كل الكلام ده يحصل اوتوميتد. ازاي ادي له فايل فيه كل الكوماندز دي، ازاي اقدر اعمل ديبج للبروسيس شغاله، اعمل ديبج جوه الانتربتات لحاجات للارم. فهنشوف قوة التول دي واحدة واحدة يعني.